السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد. أهلا بك يا أبو يوسف. العقلية عقلية مفيش. مفيش. لا لا صوته مش كده. في الآية القرآنية امبارح أنا قرأتها صح. طيب. هي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. برافو عليك، لأن أنا غلطت في الآية امبارح. على طول. أنا عملت ميكس في الآيتين امبارح مع بعض. معلش. كويس إن أنت بتصلحني. شوف 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 ربنا سبحانه وتعالى وشوف آية فيها إعجاز يعني. أيوه. مفيش. اصبروا عليها سنتين وهتشوفوا العجب العجاب. ادي احنا شفنا العجب العجاب. شفنا الجوع. والله احنا شايفين العجب العجاب اهوت يا ابو يوسف، يعني ما فيش حد كذب. احنا شايفين ان في كباري، والله العظيم ده في فيديو واحنا قاعدين بنحضر للحلقه، احنا نفسنا اتفاجئنا واحنا بنتفرج عليه. الكباري داخله في البيوت بجد، والله العظيم الكوبري داخل في البيت. ما فيش مسافات. ما تجيبوا لنا يا جماعه الفيديو ده. والله امبارح شايفينها بنفسنا في والله انا والمدام يا استاذ احمد. ايوه كده يعني. انا بقول لك عقليه، هو شوف يا استاذ احمد، هو عقليه احتقار الشعب. ايوه الشعب ده مش احنا مش بني ادمين يا استاذ احمد. لا انتوا بني ادمين وهتفضلوا بني ادمين وهتبقوا زي الفل ان شاء الله. ما تقولش كده. فالامل في ربنا وحده سبحانه وتعالى. الامل في ربنا. من دون الله كاشفة. وبعد ربنا الشعب. استاذ احمد سيدنا موسى بعد ما خلاص يعني فقدوا الامل، يعني زي ما انت كنت قبل كده قلت كلمت خلاص، والبحر قدامه وفرعون خلاص قال لك. وبعدين بص 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 يا ابو يوسف، بتقول لي شوف العجب العجاب. بص يا ابو يوسف، يا نهار ابيض يا جدعان، بجد يا جدعان، ده بلدنا مصر ايه ده بقى؟ ايه ده؟ حد بجد يفهمنا ايه ده؟ اتفرجوا معانا كده يا جماعه وشوفوا ايه ده يا جماعه؟ ايه العظمه دي؟ والله العظيم انا لو بحلم ما اشوف كده. طب المصاريف دي، كل المصاريف دي وهي بتتصرف، ما كانش في تخطيط؟ ما كانوش يعرفوا ان هم كده يعدوا من وسط البيوت ومن وسط الشبابيك والناس بدات تطلع تبص تشوف. بص اهو انت واقف مثلا، اهو تخيل انا واقف في بيتي كده، بص بدل ما ابص على الشارع والناس والخضره والحاجه الجميله او البيت اللي قدامي، لا يا معلم، هتبص على خرسانات وحديد. ايه ده بقى؟ طب الناس اللي يمين وشمال، الكتلة السكانية دي كلها ذنبهم ايه؟ ده غير بقى يا معلم ايه؟ انت هتقوم الصبح مفيش منبهات تتظبط يا معلم، انت اظبط حياتك على القطارات اللي معدية بقى. هتلاقي بص صاروخ في ودانك تقوم تنتفض. الناس بقى اللي كانت بتشتكي زمان من ميكروفونات المساجد والاذان، هتعملوا ايه بقى مع سرينة القطر لا مؤاخذة؟ وهل الابنية تتحمل البيوت دي اللي بقى لها سنين مبنيه دي، هتتحمل الاهتزاز بتاع مرور قطر ولا مترو في الحته دي؟ قولوا لنا. قول لي يا ابو يوسف. قول يا ابو يوسف. استاذ احمد اسمعني كلمه كده، كنت عايز اقول كلمه اخيره يعني. اتفضل. فرحتهم معانا من نزول في 11/11 فكرتني بتوع قريش وهم طالعين يقولوا لك نحن غرابه عبد، نحن غرابه عبد. فرحه فرحانين ليه؟ انتوا ما عندكوش من اسباب النجاة، انتوا فشل في كل شيء. الشعب جعان، الشعب ضاع، ليه طبل وزمر ونحن وراء. فكرونا بقريش والله. يلا معلش، ولكن وصلت رسالتك يا ابو يوسف، بشكرك.